وسهلا ومرحبا بكم متابعينا. انا خدمتي ما كنخافش الله يعيسك. كندير خدمتي مهنه شريفه كنديرها. الله اكبر الله اكبر. الراعي العام من حقه يعرف. شكون هما هذا هادوك كيداروا الزغير. ما كنصوركش اصاحبي ما كنصوركش اصاحبي. انا جاي نخدمتي. غيثان والله ما نتحرك من هنا بالله. كاين حنا رجال الله. ميلا مؤيد بالله. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، حاله استنفار قصوى هنا، جريمه ديال القتل البشعه اللي استنفرت كل السلطات بطبيعه الحال. وكتشوفوا احنا معكم في البث المباشر. انا ما صورتكش اختي. اسمع لي انا سبيتيني في اللايف. راني في اللايف سبيتيني. اسمعني الله يحفظك. خليني نهضر معك انا. الله يحفظك اخويا. الله يخليك المسخرة. اجمع هاد التليفون وهاد الكاميرا وسير بحال كان بزاف. الله يحفظك. شوف مرحومة مشات بحالها. اطلعي عليها. خليني نهضر معك. اسمح لي دابا انت غيثان شنو درت لك انا؟ لا ما درتش لي والو. شي حاجة درت شي واحد. لا قول لي شنو. صلي على النبي. انا جاي ندير خدمتي. والو الشريف. صلي على النبي. الراعي العام هذه قناة وطنية وراه جريمة ديال القتل. ما داش انا ما جيتش نشهر بشي واحد. الله يهديك. انا بحالي بحال. انا مواطن مغربي بحالي بحال. مشات عند الله ياك. راح الله يرحمها. حنا جينا باش نعطيو. وما تهجموش عليه. حنا كنديروا العمل ديالنا. حنا ما جايين نشهروا حتى شي واحد. هي زعما ما كاين لاش. شنو هو الاشكال انايا وانت راك رايح. نعم فيك وقعت هذا المشكل هذا. فاس. نعم كاع تضيعوا هذا فاس وصافي. نضيعوا فاس. هذا واقع. هذا واقع عايشينو. خصنا نقلو الراعي العام ما يقع. ولا نخاف شوف فيها. اذا متابعينا جريمه ديال القتل البشعه اللي حسب التصريحات ديال بطبيعه الحال ديال الساكنه راح ضحيتها السيده. كنشوفوا الان المرجوم من رجال الامن باش على انهم يدخلوا، لان كنتعرضوا كرجال الصحافه وكاعلام هنا بطبيعه الحال من حقنا على اننا كما مشينا الريان وقلنا الاوضاع من حقنا يعني رجال الامن باش يجوا لهنا ويضمنوا لنا السلامه ديالنا، لان احنا كنقاتلوا كنحاربوا كنرابطوا في ارضيه المعركه وممكن لاننا نقدموا ارواحنا باش نوصلوا للراي العام ما يقع هنا بزواغه. هذا نداء رجال الامن باش يدخلوا. احنا معكم في البث المباشر. كنتعرضوا السلامه ديالنا كتعرض للخطر. ما تشدنيش احنا معاك. لا خويا. اذا متابعينا مشاهدينا الاوفياء. غير ساين. هادشي كله كيتسجل. خلي الناس اصاحبي. مشينا للمغرب كامل كنمشيو عادي. احنا بحال ابناء المغاربه. الواقع هو هذا. شنو هو المشكل؟ المغرب كامل كنمشيو نصورو فيه. واش اول مره غنجي في حي الشعب نصورو؟ خدمتنا هذه كنديروها بكل مصداقيه. الراي العام ما يقع. كتشوفوا متابعينا ومشاهدينا الاوفياء في الشارع العام. المرجو من رجال الامن باش يضمنوا لنا السلامه ديالنا. احنا الان كنتواجدوا في حي الفتح. في المكان اللي فيه جريمه بشعه اللي وقعت هنا، رجال اعلام كيتعرضوا للمضايقات من خلال الدار. ما كنقولش كلشي، كاينين الناس رجال اللي معنا حامين. كاينين الناس رجال ولكن كاينين شي وحدين كيضايقونا. كنطالبوا بالتدخل لرفع هذه المضايقه. كاينين الناس رجال معنا وما حامينا. الذي
بلا خطا بلا خطا معكم دائما متابعينا مشي خويا شي تصريح شي تصريح حول ما وقع شي تصريح شي تصريح اخويا مرحبا اخويا خويا حيد الدريس حيد اخوتي بلا بسال خويا شنو وقع بالضبط هنا شنا حاله خويا سميتو ماشي جويه الربعه كان صداع بزاف فهمت كان صداع كان ما بال المهم سمعنا صداع جينا حيد صح ماشي مشكل اخويا خويا ماشي جويه الربعه انا كنت عاجي متكي كنت فهمت تسكي شويه وتسمع الصداع بزاف حيد صاحبي حيد حيد صاحبي راني بحالي بحالك مواطن بحالي بحالك من حقيقه اللي سمعنا الصداع اخويا جينا تنجري وقلنا واحد الراجل هو اللي بغى يتدخل ولكن هو كان عنده السيف فهمتي ما قدرش ما قدرش فهمتي استغل اخويا الصداع بزاف ما دير ما على بالك دير راسك ما على بالك هو كان عنده السيف فهمتي كان هي واحد في الاول حنا سمع الصداع انا ساكنين هنا انا جيت الخرج لقيت واحد اللي بغى يدخل حيد له السيف ديك الساعه كان ضربها الكرشه ولا ما نعرف طاحت مي طاحت ديك الساعه ولا ذبحها ذبحها ويك سازا بنيته هي ما كانوا العيال في الاول اللي كان هو معاه كانوا ما كانوش رجع كان شي واحد داز هو اللي بغى ينقذها واش انت شفتيها شي جديد انا ما نقدرش نشوف انا قاتي الدم تيشرش السلام لا ما نقدرش نزيد نشوف كاع كمل تشوف شحال عندها وليدات مسكينه عندها شي ثلاثه عندها شي بنت كتهزا هي بنيته وقال عندها شي جوج وليدات وليدات كتهزا بنيته حيدوها هي ما غاش تطلق من البنت على حساب ديك البنت هي ما كانت ما بغاش ما بغاش يضربها هو على حساب ديك البنت خويا اللحظه انتم اللي شفتوا هذه الجريمه هذه ما عمرها وقعت هي كيفاش كان الاحساس ديالك وقعات حضرت عليها شحال هذه شي اربع سنين بحال جديد شي واحد واحد الراجل سميتو ذبح راجل فهمتي واقعه واقعات واخا كيفاش داير الامن هنا في المنطقه باش حنا والو ما كاينش الامن لا والو الامن اخويا الامن والو لا والو الامن والو عيط الامن ما كيجي على على الساعه الامن شحال مره تيكون تدخل الزارع تيقول لك تدخل الزارع تيكون بحال دابا السيف المدنيه ما كتدخلش ذاك الساعه واخا واش السيارات اللي تعب على الفور لا شي ساعه د الماك ولا شي ساعه ولا ساعه تمات تمات كنت تفرك انا جيت الشاب عيني كنت تفرك شويه خويا الله يحفظك انا ماشي مهم الراي العام الراي العام مرحبا خويا ضايقنا شي واحد حنا ضايقنا شي واحد جينا نديرو لا ما ضايقنا ما ضايقنا اللي زاد خذ راحتك هذا هاني توصلوا الراي العام للجامع خذ راحتك هيدا صاحبي هيدا صاحبي شي حاجه كل حاضر شكون ها هو السيد مساكينة مساكينة هاك تهضر هادشي اللي تهضر 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 خلاص عمي كنت حاضر اجي تهضر الله يرحمها ندعوا لها بالمغفرة بالرحمة صافي هما الاخلاق ديالها مزيانه الاخلاق ديالها مزيانه صافي هو داك الشيء بينه وبين بين ما نعرفوش حنا داك الشيء المشاكل اللي بينات شتي تيقول لك على الورد شتي تيقول لك علاش الدجاج كانوا في السطاح فهمتي داك الشيء المشاكل بينات وما نعرفوش حنا يعني مشاكل عائليه عائليه هذا الورث ولا داك الشيء بينات هي باش يذبح بديك الطريقه تيكون داك الشيء الحقد قبل فهمتي داك الشيء تيكون قبل داك الشيء يعني الناس اللي كيقولوا ان هذاك السيد كاين الناس اللي كيقولوا ان هذاك السيد مريض نفسيا لا 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 ما عرفتش نفسيا عادي عنده 50 عام عنده وليدات فهمتي عنده ثلاثة الدراري يعني عادي عنده ثلاثة الدراري مسكين تنعرفوا هو شيفور الطاكسي تنعرفوا عليه لاي عمر هذا فهمتي لا خو راجل هاني الشيفور ديالكم هو شيفور راجل هاني الشيفور الطاكسي مرحبا خويا عائله وحده هما هما شي وقع لهم مع الورد هو با سميتو مات امهم وباهم هما الخوت ماتوا قبيلتهم الخوت هما لا خدام على راسو طاكسي خدام على راسو لا 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 ماشي شي مجرم ماشي شي مجرم ولا شي حاجه شي بيناتهم عائله وصافي شنو ناقصي شو قلنا الحال اذا المتابعين كنا معكم من قدح الفتح شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله